صباح النور دكتور. صباح النور. صباح النور دكتور. صباح النور دكتور كارينا. إذن احنا في البداية خلينا نتعرف على الأشكال التي يمكن أن يتخذها الاستغلال الجنسي. هو اسمه استغلال جنسي ولكن العنوان العريض هو الاستغلال بأشكاله. يعني ممكن يكون استغلال جنسي، ممكن يكون استغلال الإتجار بالبشر، إتجار بالأطفال، ممكن يكون الاستغلال مبني على، يعني العنوان العريض للاستغلال هو استعباد الآخر واستعماله لأغراض تجارية، مثل بيع الأعضاء، مثل بيعه للجنس، مثل كل هيد الأمور. والاستغلال الجنسي أو فعل الاستغلال ممكن يصير على راشدين وممكن يصير على قاصرين، أو أي شخص ممكن يكون يفايت بهذا الترافيك كله سوا. طيب صراحة دكتور، يعني هذه المظاهر كلها يلي ذكرتيها تكثر وتكون لها بأحدنا حيث تكون النزاعات المسلحة والحروب والصراعات. غير هذه البيئات، شو هن المؤشرات الثانية الاجتماعية يلي بتكون هيك محفزة لهكذا أعمال؟ بالإجمال البيئة الفقيرة هي بيئة محفزة، لأنه بيكون في حالة فقر والأشخاص بحاجة بحيلا طريقة يكونوا عم بيطلعوا مصاري، والاستغلال الجنسي أو هيدا النوع من الترافيك هيدا بيطلع مصاري كتير وقت يبيعوا الأعضاء مثل ما ذكرنا، وقت حتى يعودوا الأطفال أو النساء والرجال على المخدرات. هون في فعل استعباد لقلهم، فبيقدروا بسهولة يسيرون ليصيروا هن كمان عم بيتاجروا أو عم بيبيعوا. دونك البيئة الفقيرة، البيئة يلي فيها صار انحطاط أو فساد، البيئة يلي فيها حالات صدمات كتيرة، لأنه الأشخاص بيكونوا عايشين حالة ضياع، فبيجوا أشخاص فاهمين شو عم يعملوا وبيستغلوا الضعف هود الناس. فأكتر وقت وأكتر أوقات هي بهيد الأماكن. في فئة يمكن من المستغلين أيضا بيكون بإرادتهم ولكن رغبا عنهم بظروف فقر، مثل مثلا التجنيد لممارسة الدعارة. تعرف شغلة، بس نقول بإرادتهم، هو بركي في أكثر فعل يعني بموافقتهم أو ابتزازهم، يمكن بموافقتهم وإذا بدنا نحكي كونسيامو، ولكن باللاوعي تبعهم هن في عندهم حالة رفض. ولكن يمكن هالحالة القبول أو الكومبليسيتي، أكثر منها قبول. هيدي الكومبليسيتي هي فيها تكون فعل خوف من الأشخاص، فأنا بتفاعل معك خوفا منك، لأنه باللاوعي تبعي أنا عندي صورة عن أنه أنت أقوى مني، وإذا أنت أقوى مني يعني ما عندي قدرة بسيطر عليك، بخضع لك تخفف الأضرار. وبيفوتوا الأشخاص، وفي كتير أشخاص ببداية الأمر ما بيكونوا عارفين شو عم يعملوا وبيكونوا عم يكتشفوا بعضهم. وتحديدا إذا بدي أحكي عن الجنس، عن المخدرات، هون إذا بلشت بأعمار صغيرة عند الأولاد أساسا ما بيفهموا شو يعني الجنس، ما بيفهموا شو يعني علاقة، فبيكونوا عم يتعلمون لفترة معينة بحياتهم، مش فاهمين إذا هيدا مزبوط أو هيدا مش مزبوط، ولكن هن عم يتعلموا عم يختبروا وعم بيعيشوا اختبار، وأحيانا بيكونوا عم ياخدوا مقابل مادي لإله لضمان الاستمرارية. مع الأسف. إذا نحكيه على التأثيرات النفسية، نعم، معناها كيف تختلف هالتأثيرات النفسية بين الأطفال النساء والرجال؟ هلا الأثر النفسي بيختلف كتير، أول شيء من شخصية لشخصية، من طبع لطبع، ومن بيئة معينة. يعني إذا بيئة كاملة محفزة أكتر المجتمع بقلبها فاسد، أو أكتر الأشخاص هن بيعيشوا هيدا النوع من الترافيك أو من الاستغلال، الأشخاص بيعيشوا فعل اعتياد وفعل تمثل بالآخر. يعني ما هي وهو 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 مش وحده، هيدا فعل التمثل بيخفف من وطأة الألم يلي هن عم بيعيشوا. وأحيانا في أشخاص بما أنهم ما بيختبروا بيئة تانية، ما بيكونوا عم يعرفوا شو بيصير برات البيئة اللي بيعرفوها، بيفكروا أنه هيدا الفعل الحقيقي، هيدا الشيء المزبوط. ولكن الأشخاص يلي بيتأثروا نفسيا، لأنه يا أما تحت الضغط، يا أما تحت الخديعة، يا أما كانوا عايشين حياة عادية وبيعرفوا شو هي الحياة الطبيعية، وفجأة بيلاقوا حالهم انخدعوا من قبل شخص وعدهم، مثل هول اللي بتشوفون بيسفرون رايح تشتغل ما بعرف بشو، بيطلع رايح يشتغل دعارة. فهودا الأشخاص أكيد بيعملوا حالة أحباط، حالة اكتئاب، ولكن هن مرغمين. يعني
صلاحياتهم بالتحرك أو بفعل الانتفاضة أو بفعل التمرد بيكون محدودة لأنه باسبورهم مش معهم، فبيرجعوا بلاقوا حالهم مضطرين يخضعوا، ولكن على طول في صراع، على طول في شعور بالذنب، على الرغم من أنه هن ضحايا بعيشوا هيدي الأمبيفالانس بين شعور بالذنب وشعور أنه أنا عبالي أعمل الشيء اللي عم بعمله أو مرغم، فبيعيشوا صراع معين. ثقة بالنفس حكما بتنعدم لأنه بيصيروا يشوفوا حالهم انطلاقا من الآخرين كيف عم بيطلعوا فيهم، ونظرة الآخر نظرة فوقية، نظرة استعباد، نظرة تصغير وتحجيم، فأكيد عم بيعيشوا صراع، وهود الأشخاص بيعيشوا ومش عايشين. نعم مش عايشين. دكتور، في عدة أشكال، هل بتوافقي انه مثلا من الاشكال العابره او السريعه المدى مثل التحرش الجنسي اللي بيصير بفتره زمنيه بسيطه، او مثلا الاستعباد الجنسي اللي بيضل على فتره طويله؟ هون كمان التاثيرات النفسيه بتختلف، يعني الى درجه في حالات كنا نسمع عنها ونشاهدها تعرض عليهم المساعده بيرفضوها، بيقولوا لا نحن تكيفنا مع هذا الاستعباد او هيدي الوظيفه، لأنه بيخافوا يغيروا، بيخافوا. في كتير أشخاص عندهم مشكلة التكيف، فبيخافوا من كل شيء جديد عليهم، الشيء اللي بيعرفوه حتى لو كان مضر لإلهم بيتلقطوا فيه لأنه خلقوا زون دو كونفور لإلهم، خلقوا حلقة أمان. هيدي الحلقة بيعيشوا بقلبها صراع مفرغ، ولكن طيطلعوا منها حقيقة بدهم مساعدة متخصصة، لأنه خوف من المجهول أكبر من خوف من الواقع اللي عم بيشوه، حتى لو ما كان واقع مرضي أو بيفرح أو بيريحهم. وكمان الأشخاص يلي بيتعرضوا أحيانا لمحاولة وحدة اغتصاب جنسي أو بيتعرضوا لاستغلال جنسي على مدى طويل، تقدر الأضرار تكون هي ذاتها نفسية، لأنه مربوطة بالطباع، مربوطة بالاستعداد، ومربوطة برجع بقلكن بشكل كتير واسع بالصورة اللي بترجع للشخص عن الواقع يلي عم بيعيشه أو يختبره. يعني إذا شخص تعرض مرة لاغتصاب جنسي ولكن بينتمي لبيئة رافضة، لبيئة بتعتبر أنه أنت خلصت حياتك هون، أنت ما بقى رح تلاقي مين يقرب عليك أو نصيبك، أكيد هيدا الشخص بده يعيش صراع، بده يعيش حالات إحباط واكتئاب. وأحياناً والخطر كمان حلقة مفرغة مربوطة بالمخدرات بهيدي الحالات، بيروحوا على المخدرات تينسوا، بلاقوا حالهم علقوا، وبمطارح تاني ومن ضمن الاستغلال الجنسي أوقات بعودون على المخدرات ليخضعون. صحيح. فهيدا الترافيك، هيدا الترافيك هو حلقة كاملة مكملة من عالم تاني، بفوتوا الشخص بقلبه، الطلعة بتصير كتير صعبة لأنه الدخول أحيانا بيكون تدريجي، ولكن الطلعة بتكون صعبة لأنه في تغيير، في تحول جذري، وبيكون عم بفكر الشخص إذا أنا رح أقبل نفسي، رح أقبل صورتي الجديدة، هل الآخر يلي بيعرف تاريخي، بيعرف أنا وين عايش، شو كنت أعمل، رح يقبل تاريخي، رح يقبل صورتي؟ فهون أحيانا بفضل ما يروح على شيء ما بحب يسمعه. طيب إذا نحكيه باختصار على المعتدي، نعم، أو اللي يستغل هالأشخاص هذوما، صفاته النفسية كيفاش تكون عادة؟ هذا شخص بيكون أباتيك، ما بيكون عنده هيدا الشعور مع الآخر، ما بيكون عنده إحساس بالآخر، والآخر بالنسبة له سلعة، الآخر بالنسبة له مقايضة مادية، أنه أنا عم بيعك مقابل هيدا المادة. وأحياناً كتير أحياناً بيكون هو الضحية أيضاً، أحياناً بيكون ضحية، بيروح إلى الانتقام من خلال يرجع يخضع غيره لنفس الاختبار يلي هو اختبره بفعل الانتقام أو بهدف الانتقام. ولكن معظم الأشخاص ما بيكونوا عم بفكروا، لأنه إذا بفكروا ضمير بيتحرك، بيجربوا يطفوا ضميرهم، بتلاقيهم هن كمان بيكونوا بيتعاطوا وغيره، لحتى ما يعطوا حالهم مساحة ليكون ضميرهم واعي بوقت معين ويقول شو عم تعمل أو هيدا الشيء ما بحقلك. أنا كتير يلي قلتي أنه ما بيفكروا وما بيحكوا بالموضوع، ما بيفكروا بالموضوع حتى ما يفيقوا ضميرهم. نحن كمان عنا ظاهرة التكتم واعتبار هذه المواضيع من الاستغلال الجنسي وكل ما يتعلق بالأمور الجنسية تابو، ما بنحكي فيها. هل هذا الشيء أيضا لحتى ما نوعي ضميرنا يلي هو لا
عند الأشخاص المستغلين الآخرين جنسيا، لا هن عارفين الأجندة اللي حاطينها وعلى أساسها عم يشتغلوا، ولكن الأشخاص يلي بيكونوا عم بعيشوا أحيانا هن بيرفضوا يصدقوا أنا وين عم عيش، لأنه في فعل التابو وفي هيدا التابو الاجتماعي الكبير. وبرجع بقلك في بيئات متحفظة أكثر من بيئات تانية، هيدي البيئة بتكون أصعب يقدر الشخص يعلن عن حالة أذى تعرض لها، لأنه في كتير أشخاص ببداية استغلالهم الجنسي بنقدر نحن نشفيهم أو نقدر نحميهم أو نقدر نخلصهم، ولكن خوفهم من البيئة اللي بينتموا لها، البيئة الصغيرة، ما عم بحكي العالم بشكل عام، بيخليهم يسكتوا، وهيدا الصمت يلي بيقعدوا بقلبه بيكون طويل، فبيفوتوا بالترافيك وساعتها الرجل كثير بعيد. دكتور هيدي البيئة وحتى البيئة الأكبر، التحدث بالموضوع والإضاءة عليه كمان له دور أساسي بحل المعضلة والتثقيف عليه والتوعية حوله. بحاجة نحن كأشخاص نيوترال مش معرضين للاستغلال ولا مارسنا الاستغلال، ليش ما بنحب نحكي فيه؟ ليه بنرفض أن نحكي فيه؟ لأنه هيك تربينا أنه الموضوع الجنسي ما بينحكى فيه، لأنه يا غلط يا عيب يا خطية يا مدري شو عم نحكي بأمور الجنسية، فانخلقنا ببيئة هي بتعتم أساسا على الموضوع الجنسي. ولكن اليوم هيدا الجيل الجديد عم بيجرب يطلع من الموروثات الفكرية ومن اللاوعي الجماعي يلي وارتينه كلنا سوا من أجداد أجدادنا وأهلنا وغيرهم، فاليوم هيدا الجيل بلش يحكي، بلش يسعى، بلش يحط خطط للتوعية، وبلش يفوت على هيدا البيئات المسكرة تيقلن أنه تسكير هو تواطؤ، هيدا التعتيم تواطؤ، فأنتوا عندكم مسؤولية، وبتبلش المسؤولية بكل بيت صغير، وهذه مسؤوليتنا حتى صحيح. احنا هوني معناك علامة انه على الأقل نضيع على هالمواضيع هذية ولازم نحكي فيها، لأنه صحيح. لازم توصل إلى كل مجتمعاتنا والعائلات، لأنه بصراحة قاعدين نعيشوا في أزمة كبيرة على مستوى هالمواضيع هذية اللي احنا ما لازمناش نحكي فيها. صحيح، والولد يعني إذا من قلب بيته محمي ما حدا بقرب عليه ولا بمطرح. نحن نشكرك برشا دكتور كارين إيليا، عذرا لضيق الوقت ولكن الموضوع يطول جدا. الدكتورة في علم النفس العيادي والمعالجة النفسية والباحثة في علم النفس الدكتور كارين إيليا، شكرا جزيلا.